حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وتفعيل هيئته مساء أمس بقصر المؤتمرات حفل عشاء وعمل على شرف طواقم الحزب المشرفة على عملية الانتساب. وتم خلال الاجتماع تبادل الخطب بين رئيس الحزب الأستاذ السيد محمد المحم ورئيس اللجنة السيد جالو مامادو باتيا وزير الدفاع الوطني. وشكر كل من رئيس الحزب ورئيس اللجنة طواقم الانتساب على روح المسؤولية والانضباط التي اكتنفت العملية، مبرزين أن الإقبال الكبير الذي شهدته هذه العملية التي دامت أسبوعين فقط يترجم تعلق المواطنين ببرنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولي عبد العزيز. وأوضح السيد نعالي والمحمد خونة وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال عضو اللجنة تفاعل عملية أو تفاصيل عملية التصويت التي نص عليها الدليل الذي أعدته لجنة تشخيص واقع الحزب، وأكد إلزامية الحضور لدى انتخاب الوحدات وتنصيب مكتبها وتوخي الشفافية والعدالة لتنفيذ العملية. وشرحت السيدة أمال بنت مولود عضو اللجنة ووزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي في كلمة خلال الحفل، شرحت الإجراءات العامة للتنصيب مشجعة على المهنية والشجاعة التي اكتنفت عملية الانتساب. رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الأستاذ سيدي محمد والمحم دعا المناضلين لمواصلة الجهود من أجل تحقيق الأهداف المرجوة في المواعيد المقبلة. هذا اللقاء هو أرحب بكم بالغ الترحيب وأشاكركم جزيل الشكر على الجهد اللي بذلته وعلى ما قدمتم من عطاء وما قدمتم من عمل أثمر هذه الثمرة التاريخية التي حطمت كل الأرقام القياسية وسرت مناضلينكم وأنصاركم، ولكن نبقوها تغيظ خصومكم. يا غير المهم أن تاريخية هذا الحدث اللي هو اللي أعطات 1,116,197 منتسب مسرع لنذكر الرقم بكافة التفاصيل بيدي ذاك المناضل اللي شكل 197 ما نساهين عنه ولأنه مختصرين وهو الأرقام الكبيرة، مصرين على أن هذا الحدث اللي هو يدور يدخل تاريخ الأحزاب السياسية ويدور كل حد يقرأها قرايته. يقير بعد المهم فيه أن الموريتانيين بكامل إرادتهم واعينا لباوا لنداءكم ولباوا لنداء فخامة رئيس الجمهورية وجاءوا وانتسبوا عن وعي وعن كامل بكامل حريتهم وبكامل إرادتهم، وهذا يعبر عن اندفاع هائل وتشبث بذا النهج له وتشبه بذا الحزب له وبمرجعيته وبقيادته التاريخية. الآن إلى الموجز الاقتصادي في هذه النشرة والذي تلتحق بنا بتة لتقديمه. مرحبا بتة. مرحبا أحمد ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. نبدأ أخبار الاقتصاد بعد الفاصل. النشرة الاقتصادية ومشاهدينا الكرام نستهلها بأسعار أهم العملات العالمية مقابل الأوقية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني.